بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية وكالعادة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا شفنا الفيديو اللي داز غروب بريس بابي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا غروب بوليس. غادي نشوفوا غروب بوليس، وهذا غروب بوليس اللي هو الأكثر استعمالا في الوورد. قبل ذلك نتمنى من أي واحد كيشاهد هذا الفيديو يشارك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ويلا بينا نبداو. كما كتشوفوا معايا، هذا هو الجروب بوليس اللي فيه الداخل لي كوموند. كما كتشوفوا هادو كيتسموا لي كوموند، كنا شفناهم في واحد الفيديو قبل، اللي ما شافوش يرجع يشوفوا. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الوصف. عندنا هاد لي كوموند، اول كوموند اللي هي غرا، وكيمكن لي نديرها بالكلافي بكونترول بلس جي، يعني تضخيم الخط، يعني الخط كيولي السمك ديالو غلاد، يعني الخط كيولي غلاد. من بعد عندنا اي اللي هي ايطاليك، ممكن ديرها بكونترول بلس اي، ايطاليك يعني خط مائل. من بعد عندنا اس اللي هي سوليني، وضع خط اسفل النص، يعني كتسطر تحت النص، كيمكن لي نديرها بكونترول اي. هاد كونترول اي ولا كونترول جي ولا كونترول او كيتسموا لي راكورسي كلافي. من بعد عندنا باغي، يعني وضع الخط على النص، يعني بحال كتشطب عليه. من بعد عندنا انديس. انديس هي كونترول بلس ايغال، يعني بحال مثلا الا بغيت نكتب الهاش دوزو كما كتشوفوا هنا، الهاش دوزو داك دو خصها تكون لتحت، يعني اثنان خصها تكون لتحت، كيمكن لي سيليكسيوني اثنان ونكليك على انديس وكتهبط لتحت. من بعد عندنا اكسبوزون اللي هي هذه، كما كتشوفوا عندنا كونترول شيفت بلس. هاد الاكسبوزون بحال مثلا 10 اس 5، هاد 5 كيمكن لي سيليكسيونيها ونكليك على اكسبوزون باش كتطلع الفوق. من بعد عندنا افي دو تكست، كما كتشوفوا اللي هو هذا افي دو تكست، يعني تغيير اللون وشكل الخط. من بعد عندنا كولور دو سورلينياج، وضع لون على نص معين، بحال الماركو. هذا كولور دو سورلينياج هو بحال السوربريونس، يعني كما كنكتبوا مثلا في التفاشر ديالنا كنديروا الماركور، يعني فاش كنخدم بالماركور هو هذا، هذا هو الماركور، يعني كولور دو سورلينياج. من بعد عندنا كولور دو بوليس، يعني تغيير لون الخط. وغادي نلقاو افاسي توت لا ميزون فورم، يعني ارجاع النص الى شكله الاصلي، بحال مثلا الا كان عندنا شي تيكست ودرت فيه غرا ايطاليك ودرت شونجيت الكولور، من بعد بغيت نرجع النص عادي كيمكن لي سيليكسيوني داك التيكست وغنكليكي على افاسي لا ميزون فورم، كي هي هذيك كما كتشوفوا افاسي لا ميزون فورم. من بعد عندنا موديفي لا كاس اللي هي تغيير الاحرف بين الكبيره والصغيره بالنسبه للغه الفرنسيه او الانجليزيه، يعني الا بغيت ندير ماجوسكيل ولا مينوسكيل كيمكن لي نكليكي هنا في هذا الفلاش وكنعزل واش ماجوسكيل ولا مينوسكيل ولا بروميير ليتر ماجوسكيل، هادشي اللي غنشوفوه دابا. من بعد عندنا ديمينوي لا طاي، يعني تصغير حجم الخط، يمكن نديرها بكونترول شيفت انفيريور. ومن بعد عندنا اوغمونتي لا طاي، يعني تكبير حجم الخط، شيفت كونترول شيفت سوبيريور. من بعد غادي نلقاو لا طاي دو بوليس، يعني حجم الخط، ممكن نديرها بكونترول شيفت او. من بعد نلقاو بوليس اللي هي نمط الخط، كونترول شيفت بي. من بعد ما شفنا هاد لي كوموند، بقى لينا كوموند، بقى لينا هاد الفلاش هذا اللي كيتسمى لانسور دو بواد دو ديالوغ. هاد الفلاش كيتسمى لانسور دو بواد دو ديالوغ دو غروب بوليس، كما كتشوفوا هاد الجروب هذا سميتو بوليس، هاد لانسور دو بواد دو ديالوغ دو غروب بوليس. هنا ان فوا نكليكي على هاد لانسور دو بواد دو ديالوغ شنو غيعطيني؟ غيعطيني واحد الباج اللي هي هادي، هي هذه كتسمى بوليس. عندنا كنلقاو فيها بوليس اللي هي هنا كما كتشوفوا با ديفو كتكون كاليبري. هنا ستيل دو بوليس كنعزل واش نورمال ولا ايطاليك ولا غرا، كما كتشوفوا اللي هما هادو. هنا لا طاي اللي هي هذه لا طاي، بالنسبه لهنا هذه الثانيه بوليس عندنا اغيال، هنا ستيل دو بوليس نورمال، هنا لا طاي بالنسبه لهذه بالنسبه للغه الفرنسيه او الانجليزيه، وهذه اللي كنا كنكتبوا بالعربيه، يعني في العربيه كنموديفي في هذه الثانيه، والفرنسي ولا لونغلي كنموديفي في هذه الاولى. هنا عندنا كولور دو بوليس كما كتشوفوا هو هذا، عندنا سوليني سولينيمون اللي هي اس، عندنا كولور دو سولينيمون، هنا يمكن لي نكليكي على هاد الفلاش هذا الصغير باش يعطيني كولور دو سولينيمون، يعني اللون ديال الخط. من بعد هاد لي في عندنا باغي كما كتشوفوا هي هادي، باغي دوبل، يعني هاد الخط هنا عندنا واحد، الا درت باغي دوبل غيوليو جوج. عندنا اكسبوزون، وعندنا انديس، وعندنا بوتيت ماجوسكيل، عندنا ماجوسكيل، وعندنا ماسكي.
هنا عندنا هاد لا بيرسي، اي موديفيكاسيون درتها كتبان ليا في لا بيرسي. عندنا ديفينير بار ديفو، باغ اكزومبل الا قديت هنا درت كاليبري ايطاليك ولا غراو شونجيت لا طاي، ممكن دير ديفينير بار ديفو باش المره الجايه ان فوا نفتح الوورد غتلقى نفس لي باراميتر اللي قديت راه مازالين ما غاديش يتشونجاو. هنا افي دو تيكس اللي هو هذا، هاد لي دو تيكس يعني تغيير اللون وشكل الخط، كندير اوكي او انولي. غادي نشوفوا التطبيق ديال هاد الكروب بوليس كامل. اول شيء غادي ناخذ واحد النص كما قلت لكم من قبل، الا ما كانش عندك شي نص باش تطابيه ولا ما فيك ما تطابي، ممكن ناخذ واحد تيكست انتغري في الوورد بواحد الفونكسيون بسيطه اللي هي غندير ايغال كما كتشوفوا، غندير ايغال وغنكتب براند وغنحل القوس ونسد القوس وغندير اونتري. هنا غيعطيني واحد النص بسيط ممكن نخدم عليه. ان اول كوموند غادي نسيليكسيوني كما كتشوفوا بروميير باراغراف، ممكن نكليكي تريبل كليك في الميليو ديال الباراغراف بالنسبه للسيليكسيون، قلنا مهم بزاف في الوورد وكنا شرحناه في الفيديو الاول، اللي ما شافوش حتى هو غادي نخليه لكم في الوصف. اما كنكليكي تريبل كليك في الميليو ديال الباراغراف او دوبل كليك في لا مارش، دوبل كليك في لا مارش. هنا عندنا غا اول كوموند كما شرحنا غا، ممكن نديرها بكونترول جي غا يعني الخط السمك ديال الخط كيولي كبير واحد شويه، يعني كيولي الخط غليظ واحد شويه. من بعد عندنا ايطاليك، ايطاليك كما كتشوفوا كيولي الخط مائل، ممكن ديرها بكونترول اي. عندنا سولينيمو، هاد سولينيمو يعني كدير خط تحت النص، ويمكن لي نشونجي الكولور ديال سولينيمو ولا نموديفي سولينيمو. عندنا سولينيمو نورمال دوبل اي بي، يعني ممكن نشونجي لو تيب ديال سولينيمو وممكن نشونجي حتى الكولور كما كتشوفوا، ممكن ندير خط احمر كما كتشوفوا هنا. غادي نيفاسي لا ميزون فورم، يعني بغيت نرجع النص العادي كنكليك على ايفاسي لا ميزون فورم كيولي تكست نورمال. من بعد عندنا باغي، يعني كدير خط فوسط تكست كما كتشوفوا معايا. وعندنا اكسبوزو، مثلا الا خديت هنا كما كتشوفوا الهاش دوزو كنحيد هاد باغي. عندنا هاد الهاش دوزو الا هاد دو الا بغيت نهبطها لتحت كنسيليكسيوني دو بوحدها، غير هاد دو بوحدها كنكليكي على انديس كما كتشوفوا انديس، ها هي هبطات لتحت كما كتشوفوا هاد انا نزومي واحد شويه بالنسبه لدو هبطات شويه لتحت كما كتشوفوا. من بعد غادي ناخذوا ليكسبوزون، ليكسبوزون مثلا الا خديت 10 اوس 5 كما كتشوفوا كتبت هنا 105، غنسيليكسيوني غير هاد 5 بوحدها وغنكليكي على اكسبوزون. اون فوا كليكي على اكسبوزون غادي تطلع 5 الفوق كتولي 10 اوس 5. كنتمنى يكون هادشي واضح. من بعد عندنا ليفي دو تيكست، مثلا غناخذ واحد التكست صغير لي مثلا غادي ناخذ رجواني كما كتشوفوا هنا، نحيد هاد باغي هاد الرجواني. الا كليك سيليكسيونيت هاد الرجواني ومشيت هاد ليفي دو تيكس غنلقاو بزاف ديال ليفي. ناخذ مثلا هادي ونزيد شويه في لاطاي رجواني، يعني خديت واحد ليفي اللي هو اورانج. غادي انولي. من بعد عندنا سور بريونس اللي هو هذا كولور دو سور لينياج، عندنا جون عندنا فيغ عندنا بلو كلير اي كولور بغيت. هاد الكولور كما قلت لكم هو الماركور، يعني كنخدم بالماركور. مثلا الا بغيت هاد التكست ناخذ له شي كولور كيمكن لي نكليكي ونسيليكسيوني ونعزل الكولور اللي بغيت. من بعد عندنا كولور دو تكست، بالنسبه لسيليكسيوني هاد الباراغراف وكليكيت على كولور غيعطينا كولور روج. يمكن لي نشونجي نكليك على هاد الفلاش الصغير كما كتشوفوا ونشونجي الكولور وندير الكولور اللي بغيت بلو كلير ولا بلو ولا فيولي كما كتشوفوا فيولي. الا ما كنتش كنعرف السميات ممكن نقرب غير لا سوغي، بحال مثلا هذا غوج غير نقرب لا سوغي لذاك الكولور هو غيعطيني السميه من التحت كما كتشوفوا هنا عطيني غوج انا فيولي. من بعد عندنا ايفاسي لا ميزون فورم اللي هي هادي. عندنا موديفي لا كاس كما كتشوفوا هنا، واش ندير ماجوسكيل او لا مينوسكيل باردون مينوسكيل او لا ماجوسكيل كما كتشوفوا هنا غيولي التكست كامل ماجوسكيل. ممكن ندير بروميير ليتر ماجوسكيل، يعني الحرف اول حرف من كل كلمه كيولي ماجوسكيل. نزومي واحد شويه. ممكن سيليكسيوني وندير انفيرسي لا كاس،
بالنسبه لانفيرسي لاكاس يعني لي ماجوسكيل غيولي مينيسكيل والعكس لي مينيسكيل غيولي ماجوسكيل. نكليكي على انفيرسي لاكاس كما كتشوفوا الحرف الاول اللي كان ماجوسكيل ولا مينيسكيل من كل كلمه كان بروميير ليتر ماجوسكيل ولا مينيسكيل. كذلك عندنا ماجوسكيل اون ديبي دو فراز يعني ماجوسكيل غير في الاول ديال لا فراز. من بعد عندنا كما كتشوفوا هنا ديمني لا طاي يعني تصغير حجم الخط يعني الا بغيت نقص لا طاي، وهنا اوغمونتي لا طاي كنزيد في لا طاي. هنا كما كتشوفوا 12 ان فون كليكي كيولي 14 كليكي كيولي 16 كليكي كيولي 18 كيزيد بجوج. هنا كما كتشوفوا لا طاي دو تيكست كان يمكن لي نعزل لا طاي مثلا بغيت 28 او 26 او 14 او 12 كنعزل لا طاي اللي بغيت. من بعد عندنا بوليس، هاد بوليس يعني نمط الخط او نمط الخط او نوع الخط يعني كما كتشوفوا بار ديفو كتكون هنا عندنا كاليبري ممكن ندير تايم نيو روما ممكن ندير اريال ممكن ندير غرامون ممكن نعزل اي خط بغيت يعني كنشونجي النمط ديال الخط. من بعد عندنا هاد لانسور دو بواط دو ديالوغ دو غروب بوليس، ان فون كليكي على هاد لانسور دو بواط دو ديالوغ غيعطيني هاد لاباج هادي اللي فيها ممكن نشونجي هنا بوليس يعني النوع ديال الخط او نمط الخط، ممكن نشونجي هنا ستيل دو بوليس يعني غندير كغا ولا ايطاليك كما كتشوفوا ولا كغا ايطاليك او ميم طون، ممكن نشونجي لا طاي بالنسبه هذه اللغه الفرنسيه او الانجليزيه، وهنا اللغه العربيه غالبا اللغه العربيه كنخدموا باغيال. وكذلك بالنسبه للستيل دو بوليس كيمكن لي نشونجي ولا طاي كذلك. هنا عندنا كولور دو بوليس مثلا بغيت ندير روج، هنا سولينيمون اي حاجه درتها كما كتشوف كتبان لي في لا بيرسي. مثلا غادي ناخذ سولينيمون اي بي غناخذ الكولور دو سولينيمون فير كما كتشوفوا هنا ممكن ندير اوكي. انا كنت يعني اكتيفي هاد الدوكيمون شوفوا الدوكيمون كيولات يعني داكشي اللي طبق داخل كروب بوليس طبق لي على هاد الدوكيمون. لانسور دو بواط دو ديالوغ كذلك لقاو فيه لي في دو تيكست و ديفينير با ديفو لي في دو تيكست اللي هما هادو شفناهم يعني الا كليكيت كيعطيني هاد لي في و ديفينير با ديفو كيمكن لي نقاد لي باغامتر ديال غروب بوليس و كنكليكي على ديفينير با ديفو. بالنسبه لديفينير با ديفو كيقول لي سو دوكيمون سولمون يعني غادي يطبق فقط على هاد الدوكيمون اللي اكتيف اللي هو دوكيمون ا كما كتشوفوا في لو تيتر، ولا ممكن كوشي هاد الاختيار الثاني اللي هو تو لي دوكيمون بازي سور لو موديل نورمال يعني ان فون كليك على هاد الثانيه وندير اوكي يعني جميع لي دوكيمون اللي عندي في البيسي ديالي غادي يطبق عليهم هاد لي باغامتر، حتى الا درت نوفو دوكيمون نفس لي باغامتر غادي يبقاو. بالنسبه لهاد الدوكيمون الا بغيت ناخذ لا ميم ميزون فورم ديالها ونطبقو على هاد الباراغراف 2 يكفي نكليك على دوكيمون كما شفنا في الفيديو اللي داز ونكليك على غوبخودوي لا ميزون فورم وسيليكسيوني هاد الباراغراف يعني هاد الباراغراف خدات لا ميم ميزون فورم ديال هاد الدوكيمون هادي. كما شفنا لانسور دو بواط دو ديالوغ غروب بوليس شفنا هاد باغي ديجا شفناها باغي دوبل. شنو كتعني هاد باغي دوبل؟ اون فوا نسيليكسيوني واحد التكست مثلا غنسيليكسيوني التخوازيام باراغراف ونكليكي على باغي دوبل وندير اوكي. كما كتشوفوا هنا عطاني باغي دوبل، عندنا باغي نورمال وعندنا باغي دوبل. غادي نحاول نديزاكتيفي هاد باغي دوبل غنعاود نكليك على لانسور دو بواط ديالوغ ونحيد هاد باغي دوبل وندير اوكي هي حيدات. بقى لينا ماسكي مثلا هاد الباراغراف اللي ديجا درت له واحد لا ميزون فورم كولور روج سوليني مون فير يعني الا بغيت نماسكيها ما تبقاش تبان كنكليك على لانسور دو بواط دو ديالوغ غادي نكوشي ماسكي وندير اوكي. كما كتشوفوا تماسكات ما بقاتش. الا بغيت نرجعها شنو غندير؟ غنكليك على لانسور دو بواط دو ديالوغ غنمشي باش نكوشي نديكوشي ماسكي ما غاديش نلقاها كي غندير نرجعها. في حاله الا كان عندنا شي تيكست ماسكي في الوورد وبغينا نرجعه شنو خصني ندير؟ خصني ضروري نسيليكسيوني لو دوكيمون كامل بلا سوري كنكليك تريبل كليك في لا مارش او لا كونترول بلس ان بلا بالكلافي وغنرجع الجروب بوليس. كما كتشوفوا دابا ماسكي راها اكتيفي غنديزاكتيفيها وندير اوكي وغير يولي داك التكست يتافيشا. هذا هو جروب بوليس وهو اكثر جروب استعمالا في الوورد. كنتمنى من اي واحد كيشاهد هذا الفيديو يشارك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.